السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسوش اخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع انهيار سكينة غلامور من بعد ما سمعت بلي الفنان سعد المجرد حكموا عليه بست سنوات. فغنخليكم مع الفيديو. عفاكم البنات بليز باسكو انا جو نغيف توجور با كروار. غير قولوا لي اشنو مع سعد. يا رب تجلي شي تاول ديال الخير وتعطيه شي عطا حنينه. اش كتقولي في القضيه ديال سعد؟ ما فهمتش والله كيفاش سيزون ما كي واش كاين شي حاجه متقى البنات. يا شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، يمكن بزاف الناس ما كيعرفوش اشنو هو وقوع البلاء ولا انتظاره. وقوع البلاء ولا انتظاره حكوا لي بستسني نو واش تيكتب لي سته شي تيكتب اربعه البنات ستسني نفيده مجلي ربع سنين حلفوا بالله. هبه برس اشنو كتبات؟ هبه برس كتبو سبس نو نفيده نو سيزون دو يسرى نفيده نو نا واش نفيده حفظ بالله نو 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 صعيبة ميمكنش يمكن انتوما ما كتعرفوش اشناهو هو الحبس اشناهو هما والديك كيبقاو هازين الكلام ما كتعرفوش هادشي كلو داكشي باش تتهضرو. فميمي مسكينة نوات غير الخير وبغات تفرح دوك الناس فماشي مشكل الخير يكون في السر ولا في العلانية. المهم انك انت نويتي تفرح واحد الانسان ولا واحد العائلة فالله يجعلها لها في ميزان حسناتها. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن المتابعة الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة. انا ماشي ندوما مي
باش تيكون انسان في واحد لا سيتيوزون دز فيها ايتو يعرف على الاقل ما يمكنش يعجز جوز با كوينجير. حنا ما نهضروش دروكا كانت خاصها لا كولابوغاسيون ولا كانت خاصها لا شي قال شي ولا شي عيب شي ولا حنا كنهضرو دروكا على الحبس على والديك على ميمكنش ان كومباغ با لا كومباغ قبل ما كنهضروش على نفس الحاجة ما كنهضروش على نفس الواجهة ما كنهضروش على الباس ما كنهضروش على تنهضرو على حوايج ما يمكنش الناس كاملين يفهموهمني ما كيكونش ندوزهم الناس الحس ما كتبغي انا ما بغيتوش الناس اللي كانوا معايا في الدوس وما كنطلبش ليهم الحبس رغم انه اي واحد كيقول لي لا وكنكون كنزه في جماعه وكنقول لهم نو ما يمكنش تطلبي الحبس لشي حد ما يمكنش شي حاجه اللي كضر بالخاطر شي حاجه اللي كدوزي منها شي حاجه اللي كضر لي والديك حضر لك لاكا غير غير لك كتخلي لك الناس ديما كيبقاو يقولوا لك انت حبس مش دابا جينا ما كيرحمش كتولي اللي درتي تيقول لك سكت انت غير حبس انت ما عندكش الحق تهضر انت كذا انت كذا انت كذا بزاف د الحوايج شي حوايج اللي ما يمكنش شي حوايج اللي ما كاين ما تقدرش ما كتقدرش ما تقدرش نوصفهم لكم اللي انا كنعيشهم اليوم والبارح وغدا وفي اي حاجه كتهضر على شي تيقولوا لك اقل حاجه سكت انت اصلا ما عندكش الحق باش تهضر باسكو انت فريمون حباس وي هادشي ما غاديش يفهموه كلشي الناس هادشي ما غاديش يفهموه غادي يفهموه غير شي واحد اللي مدوز واللي عارف اللي قربوا المجتمع ديالنا اللي ما كيرحمش ربي كيرحم في المجتمع ما كيرحمش حنا باقي كنهضروا عليه باقي ما كنهضروا عليه انا حتى التصوير الناس كتقول لك انت كتشجعي واحد دين انا شنو في باصا واشنو دار واشنو انا ماشي ربي باش نحكم على الناس انا بيرسون جو سوي با فلا بوزيسيون انني نحكم انا على الناس نهائيا انا ماشي انا ديجا سا موندو كي ترو سونسيبل بالنسبه ليا انا لانه كيما كدير مع بنادم لا موندغ دي شوز كيكتبوا لك سير على حباس سواء كتب وما تفهمتيش معاه غير على اي حاجه كيقول لك سير على حباس يعني مستحيل انتم تنقوا على هادشي اللي كنهضر ميمكنش انا ما بغيتش نعرف على كيفاش انا حتى اللي قاتل حتى اللي قاتل بالنسبه لي غادي للحبس كيضرني خاطري باسكو جو سي اشنو المعنى ديال الحبس اللي قاتل يقدر ما يبقاش يشوف كاع السيفيل باش يعاني مع المجتمع مي جو سي انا في لابوزيسيون اللي فريمون عرفت اشنو هو الحبس ما كنهضروش على ما عرفت سي استغفر الله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله الناس خسارة اقسم بالله العلي العظيم شوفوا نقول لكم انا ما كان خاصكم تعرفوا مش سي ميم با كيسيون انا كنبكيو على واحد دار واحد الجريمه ولا عباد الله الله يرحم لكم بها الوالدين راه ربي الله سبحانه وتعالى وكيغفر وني كي حنايا باش نقولوا لا راه دار خصو يتعاقب وني كي اش من حق اونيكي حنايا اونيكي حنا اوني بيرسون حتى شي حاجه حنا حنا الناس غير كي شو حنا ناس واحد الفئه فينا مالوغوزمون ما عندهاش نهائي الاحساس ما كتعرفش شنو هو الاحساس ما كتعرفش شنو هو ما كتعرفش لي ليميت ديال الحوايج ما كتعرفش ما عنديش انا ما نقول ما بقاش عندي ما نقول ما شفت جميع انواع الناس مي
ديال الحبس. شوفوا نقول لكم، تعرف الحوايج من ورا الحبس، الهجومات من عند الناس. مي هجومات اللي كتضر في الخاطر، كتضر في الخاطر، كتضر في الخاطر. حنا ماشي، حنا البشر، حنا كتضر في الخاطر. كل شيء كيغلط، غدا ولا بعد غدا انت كتقولي معصومه من الغلط. نو، حتى حد ما معصوم من الغلط. كل شيء كيغلط، كلنا كنغلطوا، وكنغلطوا اليوم ونغلطوا غدا، ونغلطوا غد ليه ونغلطوا غد ليه. علاش كنهضروا؟ حنا كان حنا خصنا غير نهضروا، خصنا غير نكتبوا، خصنا غير نهضروا، خصنا نبخزونا غير نفرك نبخزو او ما لا بريزون سي لا بريزون. في المغرب، في تايوان، في الشينوا، لا بريزون سي لا بريزون. اللي بغي يحبس الخو المسلم، اش من اش من جيل، على اي جيل كنتهضروا؟ على اي جيل؟ على اش من جيل كتهضروا؟ باسكو انا ما كنشوفش اني شي واحد كيشمت في خوه غادي للحبس. على اش من جيل كتهضروا؟ واحد كيشمت في واحد غادي للحبس، على اش تنهضروا؟ حيت كنهضروا، ما كنهضروش حنا دابا على وحده تخزمت مع وحده، ولا وحده تتهضر على وحده. نو، كنهضروا على حبس، كنهضروا على حكم، كنهضروا على ما عرفتش شي تيقول سته، شي تيقول ربعه، صغير ما رجع في حالته. قالك نافذه وي سي لا بريزون سي باغ اكزاكتومون. خديجه زوري ماما سكينة، ما عنديش حتى حتى شي فريمون، حتى شي كونتاكت مع ماما. مرتو مسكينه، يلاه فرح سي نورمال. اون كومبرون علاش ما دارتش العرس في المغرب، يتو راه انا مربي، انا مربي، انا مربي، انا مربي. داك الوقت اللي كان عايش، حنا كنشوفوه دار ساعد، مشى ساعد، جا ساعد. انا سي با لا بروميير فوا عندي دي فيديو اللي بكيت عليه في البروبليم، فاش يلاه تقبض سي كيلكان كم جيم بوكو. جو مون فوا شنو دار، جو مون فوا، جو نو في با سافوار. مي انا كنبغي بنادم بزينو بخايبو، ما كنبغيش انا غير بزينو. انا بغيت بنادم بزينو وبخايبو، كنبغي بنادم كيما هو داير فقط. والله لا دوماج، قسما بالله لا دوماج. تتبيو تعاطفوا مع مامن، تعاطفوا، تتبيو ما تعاطفوش مع مامن، ما تعاطفوش، تعاطفوا مع مو نزار كراكي ديما مسكينه. كبرنا معاها في التلفزيون، كبرنا، كبراتنا كاملين. شي ماجينا اش كنتو كدير فاش كنت انا في الحبس. الناس خايبه، قسما بالله الناس خايبه. جيماجينا شنو كنتو كتقولو عليا، اونكوغ بليس انا فداك الدوزين موسخ. انا مربي دارنا شنو كانو كيعيشو، شنو كانو كيسمعو من الناس الخايبة. بنادم مبقاتش فيه الرحمة، سي با بوسيبل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكون معاهم، مع والديهم، مع مراته مسكينة، وإن شاء الله يكون خير في السناف ويخفف عليه الحكم. فهنا أخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.